اس عشق میں مر جاوا. كيف اجيتي لهون؟ أمي دي. أمي أنت عم تنسفي، سامعتيني؟ شو اللي سويته أنا؟ أنا كان قصدي أضربها لتارا، بتمنى أنا ما تكون تأذيت. لا أديب، أنت خليك خليك مع أمك وأنا رح روح أتعامل معه. وقفي. يعني مين ما كنتي تكوني لازم تعرفي منيح، بما أنك هاجمتي لديب فأنتي عملتي غلطة كبيرة، وهلأ أكيد رح تتعاقبي على عملتك. رح تندمي. إذا بدي بقدر كسر لك عظامك وأطلع بروحك هلأ، بس لسه ما صار وقتك، جاي دورك بعدين. بس هلأ في إلي حساب مهم مع ديب، وبس أخلص منه رح أجي لعندك وصفي حسابي معك. أنتي ما فيك تهربي مني، والشخص اللي بحاول يأذيها لتارا مستحيل يقدر يعيش فترة طويلة. تأكدي أن موتك عيدي. هلأ لشرفتوا حضرتكم؟ وين كنتوا لهلأ؟ يلا لاقوها بسرعة واسحبوها من شعرها لعندي. اسمعني، ما بدي يصير لأمي أي شيء، عم تفهم؟ ايه، بس ليش عم تهددني؟ ديب أنا ما بحب عيد حكي أبداً. ديب شو هاد اللي عم تعمله؟ دكتور عم يواجبه، خلص روق شوي. اهدى، ما في داعي لهالعصبية، الوضع هلأ بخير، عالجت لها الجرح ورح أعطيها أبري هلأ، بدها شوية راحة وأكيد رح تصير أحسن. شفت؟ روق شوي. بعتذر منك. البنت اللي هاجمت أمك من شوي هربانة، ولهلأ الحرس ما قدروا يمسكوها. بظن إنه الحراس راحوا على مكان تاني. ما في داعي إني ذكرك أبداً، أنتي مستحيل تقدري تهربي من هون، وهلأ وقعتي بين إيدي، بقى ورجيني شو رح تعمل، كيف رح تخلصي منه؟ يا ترى مين ممكن تكون هي؟ هي قوية لدرجة بتقدر تغلب رجال ولديب؟ انتم معتبرين حالكم رجال؟ روحوا امسكوها. بعده ما بدي حدا منكم يلمسها، أنا رح واجهها لوحدي، وهذا اليوم رح يكون آخر يوم بحياتها. ديب حامل السيف بإيده ورح يقاتلها؟ معركة الحياة أو الموت هي رح تكون بيناتنا نحن الاثنين وبس، والشي اللي صار من قبل كان لعب ولاد صغار مو أكتر، لأنه أنا ما بحب أضرب النسوان نهائيا، واللي كنت عم حاول أعمله وقتها أني أعرف مين ورا هالقناع وشو سبب دخلتك على بيتي، وليش عم تعملي هالحركات السخيفة هون.
بس غلطتي غلطة كبيرة. تهورتي كتير وجرحتيها لأمي، وهلأ رح دفعك تمن جرحها والدم اللي نزل منها. كان فيك تهربي بس اجيتي لعندي على رجليكي. صح قلت لك من شوي اني ما بحب اضرب النسوان نهائيا، بس ما تفكري اني رح ارحمك ابدا، وتأكدي ما رح سامحك على اللي عملتي مع عمي لو شو ما صار. وهي الغلطة هي اللي رح تكلفك حياتك. هذا الشخص التافه اللي خانها لمرته من قبل حاول انه يقتلها بايديه، عم يحكي قدام الناس انه ما بيحب يضرب مره. مثل على غيري، لاني بعرف انك واحد كذاب ومجرم يا ديب، بس معك حق باللي قلته، لانه هاي المعركه رح تكون معركه حياه او موت بيناتنا نحن الاثنين، بس اكيد الموت رح يكون من نصيبك انت. بتمنى انه تكوني جاهزة، لانه مصيرنا نحن الاثنين رح يتحدد هلا، ورح تكون نهاية هاي المعركة اخر حياتك، لاني باكد لك انك رح تموتي. أنا حامل ومحاسة على حل. لا تخافي، من هلأ أنا رح أحميكي وأحمي لأبني، وأكيد ما رح أسمح يصيبكم أي شيء أبدا. بتكوني قليلي شو اللي جابك على بيتي وشو الغاية من جيتك؟ عداوتنا قديمة كتير يا ديب، انت المجرم والحرامي اللي سرق لي مني وشي وشخصيتي وحياتي، سرقت لي سعادتي وفرحي وابني، بس تأكد انه اليوم انا رح انتقم منك وقتلك. شي غريب عم يصير، حاسس انه قاروهي. ليش حاسس انه هالبنت هي قاروهي؟ جنيت شي؟ شو هالحكي الفاضي؟ تذكر شكلك نسيت وقعتها لقاروهي من الجرف. مستحيل انها تنفض من هالوقعه، حتى لو نفدت ما ممكن ترجع انسانه طبيعيه، وكمان لو عاشت مستحيل يكون جسمها قوي كل هالقد وعم تقاتل بهالطريقه. انا متاكده انها رح تكون انشلت، يعني مستحيل تكون قادره توقف على رجليها بهالشكل وتعمل هيك حركات قتاليه. وكمان بحسب معلوماتي الناس بيضلوا سنين طويلة ليتعلموا هالحركات ويصيروا بلياقتها، لهيك اتطمن هي مستحيل تكون قاروهي.
حبيبتي. بس لحظة خليني أروح جيب لك شوية مي. خدي. شكرا شكرا كتير. ضروري تاكليها؟ فيك تشربي حليب أو عصير أو كنت تشربي شوية مي، ما كان ضروري تاكلي شي ممكن يعلق بحنجرتك. وشو قصدك بهالحكي؟ تقصد أنا ما بعرف أكل فواكه نهائيا؟ ما بعرف، بس ممنوع تاكلي شي ممكن يأذيكي هيك، لأنه أنت عم تهملي حالك. ممكن الواحد يختنق بأي شي، يعني ممكن يختنق بحبة الدواء. بقى شو لازم نعمل برأيك؟ نبطل ناخد دواء؟ لا بقى تناقشيني ماشي؟ ليكي نحن رجعنا لبعضنا هلا، ما ممكن تصدقي قديش أنا مبسوط بهذا الشيء. ثلاثتنا اجتمعنا مع بعض، أنتوا هلا كل شيء بحياتي، وأكيد بدي أحميكم وبدي ضلني جنبكم لأنه أنتوا عيلتي. ما رح أسمح لأي شيء يصير عليكم لو اضطريت أقتل حالي، وكمان ما بقى تهملي لي حالك، بتوعديني؟ بوعدك. ما رح أسمح لك تطلعي من هون بهي البساطة، بدي أعرف مين بتكوني أنتي، هالبنت المقنعة مين بتكون، وشو هي غايتك لتجي على بيتي. أبي مانو؟ وليش عم تدافع عن عدوي؟ يا حراس امسكوها. انت ليش تدخلت بمعركتي؟ انا حتى ما بعرفك، فليش عم تدافع عني؟ انت مين بتكون؟ يلا خبرني ليش عملت هذا الشيء. لا تفكر انه هي البنت كانت قادرة تهزمني، يمكن تكون خبيرة بفنون القتال بس ما انا اقوى مني، كانت نهايتها على ايدي. بس انت اجيت وتدخلت وخلصت مني. ولو ما تدخلت بيناتكم اكيد هلا كنت ميت. السكينة اللي كانت رح تضربك فيها لا تفكرها سكينة عادية أبدا، لأنه سمها كان ممكن يقتلك. وهذا الشيء أنا ما بقبل فيه وبرفض هذا الأسلوب بالقتال، لهيك أنا أنقذتك. هلأ أمك نايمة ووضعها مستقر، ما في داعي للخوف نهائيا أستاذ، بس بمثل هذا العمر نتوقع أي شيء، لهيك راقبوها منيح. كتبتلها على شوية أدوية لازم إنها تاخدهم. لا تخاف دكتور، أنا رح أهتم بكل شيء ودير بالي عليها. أنا رح أعطيها أدويتها بالوقت المحدد، بس أعطيني الوصفة إذا سمحت. ديب أنا رايحة لعند أمك، يمكن يكون بدها شيء رح أبقى معه. بالإذن. استنى
قال لي انت شو بتشتغل؟ شغلي اني احمي الغابة، عيلتي هي الغابة وهي بيتي كمان. المكان هون مثل الغابة تماما، الفرق بيناتهم انه هون الصياد مجهول ومو قدرانين نعرفه. قال لي شو رأيك تصير الحارس الشخصي لإلي؟ مو انت اللي عطيتني السلاح وقلت لي انه بقدر اقتل اعدائي فيه؟ طيب ليش عطيتني هالسلاح اذا بدك تمنعني من هالشي؟ وليش علمتني كيف اقتل؟ اليوم كنت رح انهي للوحش اللي اسمه ديب وانت اللي منعتني، وبدل ما انك تساعدني انت انقذت له حياته. انت هاجمتني لي انا بدل ما تهاجمه له. سيطري على حالك اروهي، وانا ما هاجمتك غير لانه كان بدي احميكي. شو كنت فاكرة؟ إنك رح تقدري تتغلبي عليه ورح تقتلي؟ خبرتك بالقتال كبيرة، بس ديب كمان خبير. ديب أقوى منك جسديا، لهالسبب ما كنتي رح تستفادي شي. أنا تصرفت صح وتدخلي كان ضروري. شو متوقع؟ إنك رح تهاجميه وهو واقف عم يتفرج عليكي؟ لا، أكيد عم تفكري من وين بعرف هذا الشي. أنا كنت واقف بالعتم وعم راقب ديب وحركاته، ولو وقفتي قدامه ما بظن كنت رح تتفوقي عليه، كنت رح تخسري. ولو إنه ديب عرف بأنك أروهي أكيد كان رح يقتلك. حتى رجاله لديب وتارا وفيرات كلهم كانوا مسلحين. شو عم تحاول تقول؟ قصدك مستحيل فوز عليه؟ إنه هو أقوى مني وفي عنده أسلحة ومستحيل فوز عليه؟ في شيء مهم، لحتى المحارب يكون ضامن الفوز بالمعركة بيحتاج لعقل متماسك. اليوم مثلاً استخدمت قوتي العقلية وخليت ديب يفكر بإني أنا أنقذته. قلت له إنه السكين كانت مسمومة، خليته يوثق فيني ويأمن لي، وعرض علي إنه يشتغل عنده وأنا وافقت. أنت شو اللي عم بتقوله؟ أنت خبرتيني إنه ديب في حواليه كتير ناس كمان خانوكي وحاولوا إنه يدمروكي، ما هيك قلتي؟ فكري، أنا لما رح أبقى معهم وراقبهم رح أقدر أفهم أساليبهم، وبهالطريقة هاي فينك تنتقمي. أنا بظن أنه معك حق أبي مانو، هاي الطريقة ممتازة. أنا آسفة، بعتذر عن كل شيء قلته، ما بعرف كيف تصرفت بهالغباء هذا. شكراً لأنك أنقذت لي حياتي عن جد. تذكري شغلة مهمة يا روهي، ما فيكي تنتصري بسهولة، المعركة كبيرة. صحيح أنه أنا ساعدتك وعلمتك كيف تحاربي، بس هلأ إجا دورك أنت. أنت لازم تقدري تفوزي، لازم تكوني ذكية لتحمي نفسك. أنا رح أكون معك طبعا، وبوعدك أني رح ساندك بهي المعركة وكون دليلك، هذا وعد مني. بس أنت لازم تفوزي بهي المعركة لوحدك. أنا قدها وأنا جاهزة لواجه أعدائي لحالي، وأكيد رح أقدر فوز بهي المعركة. شو اللي عم يصير؟ ليش حاسس إن أروهي؟ معقول هالشي؟ ديب نهايته رح تكون أكيدة هالمرة، ورح تكون على إيدي، لأنه مثل هيك شخص سيء ما لازم يبقى عايش، ورح يكون الموت مصيره. أنا من طول عمري كنت بحبها لهديك المرة، وبدعي للقدير دائماً أنها تضل بصحتها وتكون بخير كمان. وطول عمري كان بدي إنه يضل ديب مبسوط، هو رح يكون مبسوط وين ما كان حتى لو صار لي شي. بس لا، ما رح يستمر هذا الشي، ما رح يضل مبسوط هيك أبدا، لأنه في مرة رح تنتقم منه على اللي عمله معه ومع ابنه. بهذا العيد وبكل سنة كل الزوجات بيدعوا لأزواجهم بطول العمر والسعادة، بس أنا
السنة بهذا العيد رح أهدي الموت لديب، ورح يكون عيد مميز كتير بالنسبة لإله. بس كيف رح توصلي لديب؟ لا تنسي، ديب هلأ صار شخص مهم وعم بيحقق نجاحات كبيرة، عنده مصاري وصار مشهور كتير بين الناس، وإذا بدك تقربي عديب رح تحسي حالك كتير وقعتي بمتاهة، وأي خطأ منك مهما كان صغير ممكن يسبب موتك. وإذا أي حدا عرف بأنك بتكوني أروهي قبل ما توصلي لعند ديب يمكن تموتي، وبعدها أكيد رح يخفوا جثتك. ولهيك أنت لازم تفكري وتخططي منيح لتصرفاتك. أنا جهزت خطة بتخليها تقدر توصل لديب. تفضلي. بس بالأول لازم تغيري من شكلك شوي. وفكرت كيف رح تقدري تتجاوزي الأعداء. بس تذكري لازم تغيري شكلك بطريقة كتير ذكية مشان ما حدا يعرف أنت مين بتكوني. هالشي رح يكون صعب كتير عليكي. لازم تخبي حالك عن أكتر شخص بيعرفك بالكون، غير هيك ما رح يمشي الحال. أروهي اللي بيعرفها ديب ماتت من زمان وما لها وجود. أما أروهي اللي رح تقابله عن قريب رح تكون بنت غريبة بالنسبة له، لأنه أروهي الجديدة صارت هلأ قوية عقلياً وجسدياً أكتر من أي وقت، وما رح يقدروا يتخيلوا هالشي ولا بأحلامه. هلأ الانتقام مو بس إلي، رح يكون كمان كرمال ابني اللي قتل لي. أنا رح أحرق هذا الوحش وأخلص منه، وأحرق كل شي معه. ماما أنا بعطيكي، ارتاحي. الدكتور طلب مني أنه لازم أعطيك الدواء قبل بساعة من موعد الأكل. تفضلي. حبيبتي أنت عم تعملي لي وتنظمي لي كل شيء أنا بحتاجه بمواعيده، إمتى لازم أكل وإمتى باخد الدواء، بس أنتي عم تجيبي لي الأكل بنفسك لعندي على الغرفة دايماً. ليش عم تعذبي حالك؟ ليش ما عم تطلبي هالشي من الخدم؟ الخدم الموجودين هون مهتمين بشغل البيت، أما أنا مهمتي أهتم بأمي وأخدمها وأمن لها كل شيء. مستحيل خلي حدا تاني يعمل هذا الشيء عني. بتمنى لك طول العمر يا بنتي. أمي أنتي بتعرفي إنه العيد رح يجي عن قريب، بس هالمرة رح يكون مميز أكثر من أي وقت مرق من قبل، لأنه هالمرة حماتي اللي بتجنن وبحبها كتير رح تكون موجودة معي لحتى تباركني. أنا دايماً بدعي لك لحتى القدير يباركك، ولما أنتي بتهتمي فيني بهالشكل بحسك بنتي. عن جد أنا محظوظة كتير لأنه عندي كني مثلك بتهتم فيني هيك. أمي أنا هلأ نسيت شغلة كتير مهمة. هلأ صار وقت القهوة تبع ديب وأكيد رح يكون عم يستناني، نسيت أخذ له إياها. أنا رح أرجع بعد ما أخذ له القهوة، وبعدها في دواء لازم تاخدي بعد 5 دقايق من هلأ، بعطيك إياه بس أرجع لعندك، ولوقت ارتاحي شوي، أنا ما بطول، ديري بالك. هي بتهتم بكل شي وكمان بتعاملني بلطافة، عن جد تارة بنت حبابة. جبت لك قهوة لعندك. خلص أعطيني هي، أنا بكون مرتك، لهيك لازم أعمل هالشي كرمال زوجي. لا أنا رح أعمله. بحط لك هالدواء رح يريحك كتير.
حطه لحالي. ليش عم تتجاهلني بهالطريقة ديب؟ أنا بكون مرتك وأنا عم بهتم فيك بكل شيء. أنا بدي أحس بوجعك كله وحاول خفف عنك وبدي أقدم لك حبي، بس أنت عم تهرب مني دائما، وإما كمان عم تقول نفس الشيء. نحنا لازم نضل مع بعض وعايشين مبسوطين، ولازم نهتم ببعض ويكون في بيناتنا ثقة دائما. معقول ما تسمع كلامها؟ وعدني هلأ يا ديب إنك بحياتك ما رح تعمل شيء بزعلها أبدا، وإنك رح تكون معها دائما. أنا لازم روح. ديب لوين رايح؟ كتير مهم بالنسبة لإلي أعرف مين البنت اللي جرحت أمي، ولهيك لازم أوصلها بأي طريقة وأعرف شو كان بدها وليش دخلت على حياتي كمان. ما رح أقدر أرتاح أبدا لحتى أعرف مين بتكون. هرب مني على قد ما بدك وحط ألف حجة يا ديب، بس أنا متأكدة رح يجي يوم عن قريب ورح تكون لإلي لحالي وما حدا شاغل قلبك غيري. أنا هي حبيبتك تارا، ورح أقدر إني خليك تنسى ولآخر عمرك اسم آروهي وطالعه من قلبك وعقلك وحياتك على الآخر. شكل يا آروهي، أي حدا رح يعرف بأنك بنت من نظرة واحدة، والناس اللي رايحة لعندهم عيونهم مثل الصقر ما رح تقدري تخدعيهم بسهولة. ما بصير أبداً توقفي قدام عدوك وانت حاطة هيك قناع، ممكن يوقع من أول ضربة. صح ما قدرت تشوف وشك مزبوط، بس قلبي بيعرفك أكتر من عيوني ومستحيل يخربط فيكي أبداً. ما ممكن حس بهالإحساس مع أي حدا تاني. قلبي ما بيحس بهذا الإحساس إلا وقت بتكوني موجودة. وأساساً مين اللي بيسترجي يقرب على ديب؟ ما في حدا غير آروهي بيقدر يعمل هالشي. أنت عن جد مفكرة إنهم أغبياء لدرجة ما يقدروا يعرفوكي بهذا الشكل؟ هذا الخمار منيح، بس مشكلته هي إنه بتخلي الناس فضوليين ليعرفوا مين بيكون الشخص اللي وراه. إذا هربتي من ديب كيف رح تهربي من تارا؟ طيب شو لازم أعمل؟ ما باقي غير يومين لحتى يجي العيد، وأنا لحد هلأ ما لقيت أي طريقة لأدخل على قصر رايتشن. اوعى تعملي أي شيء بس لأنه بدك تنتقمي، لأنه هيك ممكن تصير حياتك أنت بخطر. المكان اللي رايحة عليه مليان وحوش، إذا ما فكرتي منيح يمكن ما تقدري ترجعي. مهما كان شكل التنكر تبعك يا آروهي، وشو ما كنتي حاطة قناع على وشك لحتى تقدري تتخبي مني، أنا أكيد رح أقدر أعرفك فوراً. مرحبا أخي، أنا بدي أروح على هذا العنوان، ممكن دلني على الطريق؟ ما بعرف، هذا المكان كتير بعيد من هون. بس انت كيف وصلتي على الغابة؟ للصراحة أنا ضيعت الطريق، وبترجاك تساعدني لأوصل على هذا المكان، ما عم بعرف كيف لازم روح. قلت لك ما بعرف، لازم تروحي، أنا عندي شغل. رح روح من هون، بس مو لحالي، رح أخذك معي، لأنك وعدتني من قبل أنك رح تكون دليلي بهالحرب. أروهي شو رأيك؟
هلأ ما حدا رح يقدر يعرفني. إذا قدرتي تخدعيني هيك مستحيل حدا يعرفك. رح يجيني طرد بعد شوي، بدي اياك تخبريني فورا بس يوصل. حاضر مدام. بظن انه وصل الطرد هلا، انت روحي وكفي شغلك انا بستلمه. هذا الطرد باسم تارا رايتشاند. ايه صحيح، انا تارا رايتشاند، اعطيني هذا الطرد. بس شوي. اي غرض بيدخل على هذا البيت ولمين ما كان، انا لازم راقبه وفتشه منيح. قلي مين انت وليش دخلت على البيت بلا اذن، وكيف تسترجي تلمس طردي تاخده من دون ما اسمح لك بهالشي؟ هذا طرد لإلي، يلا رجع لي فورا. انت اذا ماني غلطانه نفس الشخص اللي انقذ ديب امبارح مزبوط؟ مدام ليله امبارح خلصت، الاستاذ ديب عيني الحارس الشخصي لإله. لسانك طلع سريع بالحكي مثل مو ايدك سريعه بالحركه. واذا انت حارس ديب الشخصي معناها روح لعنده ووقف جنبه هلا وشوف شغلك. نحن مو بحاجتك جوات البيت، لهيك اعطيني هالطرد واذا احتجتك بنادي لك. انا حارس، لهيك مهمتي اتاكد من كل شيء جوا وبرا البيت وبادق التفاصيل، مشان هيك لازم افحص الطرد. انت كيف بتسترجي، كيف بتسترجي تفتح طردي؟ انت مجرد خادم عادي وبتشتغل هون بس مشان المصاري، لهيك اوعى تغلط وتفكر حالك شخص مهم. مدام انت اللي عم تنسي انه انا الحارس ومهمتي هي اني احمي الناس وانقذ حياتهم بالمكان اللي عم يكونوا عم يشتغلوا فيه، وانا عندي شوية قواعد، اذا ما سمعوا الناس كلامي ابدا فانا بوقف شغل. معناها اترك الشغل وروح، بس رجاءا اعطيني هالطرد بالاول. شكرا. لا تروح. انت مو لازم تروح من هون لاي مكان ابدا. انا رح اطلب من سكان هذا البيت كلهم يسمعوا كلامك وينفذوه ويتعاونوا معك تماما بكل شيء. كيف بنسمع كلامه؟ شو هالكلام هاد ديب؟ معقول تجيب واحد من الشارع لهون وتخليه يتأمر علينا؟ وبدك منا نطيع أوامره؟ ايه لازم تعملوا الشيء اللي قلته. أنا ما عم أطلب هذا الشيء، هذا الحكي أمر. شو بدكم تعملوا؟ البنت اللي هاجمتني مبارح وجرحت أمي أنا لازم أعرفها بأي طريقة، لأنه ممكن ترجع مرة تانية، ومشان هيك أنا طلبت منه يصير الحارس الشخصي لإلي لحتى يضل وبكل الأوقات عم يراقب كل شيء. ترى وين المعالجة الفيزيائية اللي مفروض تجي وتعالج أمي؟ شو كان اسمها؟ ليش تأخرت؟ وينها؟ أنا حكيت معها وقالت لي إنها رح تجي هلأ ما بتطول. يا ديب أمي؟ 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 شو اللي صار؟ احكي امي شو في؟
ولا شيء يا ابني، بس أنا كنت عم بحاول إني أجيب كاسة المي لحتى أشرب، بعدين فجأة حسيت وجع كبير هون بإيدي، وقعت الكاسة وانكسرت. بسيطة أمي، ما في داعي تنزعجي من هذا الموضوع، المعالجة الفيزيائية رح توصل وبعد ما رح يضل عندك أي وجع أبداً. أمي في سيارة وقفت تحت، بظن وصلت. أكيد وصلت المعالجة، رح أطلع لعندها ودخلها. استني، رح روح أنا وأتأكد إذا كانت المعالجة ولا غيرها، وبعدها رح خليها تدخل على البيت. مرحبا، أنا الدكتورة مانبريت، المعالجة الفيزيائية لمدام فاسوندارا. لا تخافي من أي شيء أمي، قريباً رح ترتاحي كثير. كل هذا اللي صار معي هو بسبب هديك البنت، هي كانت خطيرة وبتخوف، كان بدها تقتلني وبعد هجمت علي، هالمرة هربت منك. بس إذا قدرت أنك تمسكها المرة الجاية وعدني هلأ أنك رح تعاقبها مشان ما ترجع تعمل مثل هالشي مع أي حدا تاني وتقتله وتقدر تهرب. أنا حددت كيف رح أعاقبها يا أمي، وقت اللي هي رح تجي لهون مرة تانية ما رح خليها تطلع عايشة. تفضلي وادخلي جوا عالم الخطايا مرة تانية، المكان اللي بتدري فيه تنتقمي لكل الخيانات اللي صارت معك. يلا. مرحبا، أنا الدكتورة مانبريت، المعالجة الفيزيائية لمدام فاسوندارا. أهلين فيك بالبيت يا دكتورة. خليكي هون، أنا طالع أخبرهم إنه الحرب بلشت هلأ. انت ليش عم تطلعي على هاي الصورة بهالطريقة؟ هاي الصورة إلي، أنا بكون كنت هذا البيت وبكون مرته لديب راجسي، اسمي تارا رايتشارد. هاي الصورة كتير حلوة، مبسوطة تعرفت عليكي. اسمعيني، أنا اسمي مانبريت، أنا المعالجة الفيزيائية لأمك. مرحبا، صورة حلوة كتير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.